عروض الدجاج المجمد يا جماعة، عروض الدجاج المجمد فيه دو دجاج مجمد دو اللي هو 1 كيلو، الاتنين حبة 35 بدلا من 41، الاتنين حبة 35 ريال بدلا من 41 ريال. كمان في عرض على الكرتون، في عرض على الكرتون اللي هو دو اللي هو 1 كيلو، الكرتون نازل من 200 ل 165، من اقوى العروض الكرتون ب 165 بدلا من 200 ريال. يعني عروض الدجاج المجمد غالية جدا. في دجاج داري 1200، 1200 الحبة نازلة من 20.5 ل 19 ريال، 19 ريال اللي هي داري 1200 19. عروض الدجاج المجمد كمان في سادية، سادية اللي هي 1200 التلاتة ب 55، سادية 1200 التلاتة 55 ريال بدلا من 70.5، 3 حبات 55 ريال، يعني الواحدة ب 18.5 أو 18.25 اللي هي 1200 سادية، برضو لسه السعر غالي. عرض على دجاج مجمد سادية اللي هو 1200 الكرتون نازل ب 183، 183 بدلا من 229، 183 ال10 حبات، يعني الكرتون 10 حبات، 183 برضو لسه السعر غالي. 1200 جرام ب 10، 183 بدلا من 229. عرض حلو جدا على ستريبس الدجاج اللي هو السنبلة، ستريبس الدجاج حار او عادي 1+1 35 بدلا من 74، 35 بدلا من 74. وكمان اللي هو ستريبس هنا الدجاج اهو السنبلة 1+1 35 بدلا من 75. في ستريبس الدجاج حار او عادي اللي هو دو نازل من 36، الحبة نازلة من 36 ل 20 ريال، من 36 ل 20 ريال. في صدور دجاج متبل امريكانا 500 جرام نازلة من 39 ل 20 ريال، صدور دجاج متبل امريكانا اللي هي دي، صدور دجاج متبلة امريكانا 500 جرام نازلة من 39 ل 20 ريال. في صدور او مكعبات صدور دجاج طرية طيبة 800 جرام 15 ريال بدلا من 30 ريال، عرض نصف الساعة. صدور دجاج طيبة 800 جرام 15 بدلا من 30. في رضوة 450 جرام ب 15 بدلا من 20، رضوة صدور دجاج رضوة اللي هي 450 جرام 15 بدلا من 20 ريال. عروض صدور الدجاج سيارة 2 كيلو ب 33 ريال، 33 بدلا من 45 اللي هي 2 كيلو سيارة دي. داري نازل 35، 35 بدلا من 59، 35 بدلا من 59 اللي هي صدور دجاج طرية داري 2 كيلو 35 وسيارة 33 ريال. صدور دجاج سادية 1 كيلو 20 بدلا من 28، 20 بدلا من 28 اللي هي سادية 1 كيلو، باندا 2 كيلو، باندا 2 كيلو ب 45، صدور دجاج باندا اللي هي 2 كيلو ب 45 بدلا من 58، وسادية 1 كيلو 20، 2 كيلو ونص نازلة من 70 ل 56، من 70 ل 56 صدور دجاج سادية اللي هي 2 كيلو ونص 57، 57 بدلا من 70. في اللي هو الكيلو ب 20 ريال بدلا من 28، 20 بدلا من 28 اللي هو 1 كيلو. في بقى هنا اطباق مجمده قوانص وكبد 450 جرام نازله من 7 ريال ل 4 ريال، الطبق نازل من 7 ريال ل 4 ريال مجمده كبد وقوانص سادية. عروض البيض يا جماعه، عروض البيض العرض القوي جدا اللي هو بيض حجم كبير اللي هو الفيلق، طبعا الطبق فيه 30 حبة نازل من 22 ل 15 ريال، ده اللي هو العرض القوي جدا، وطبعا هو مش موجود حاليا، يعني الكمية خلصت هتلاقوها طبعا موجودة في الصباح ان شاء الله الصباح الباكر. في عرض بقى تاني على بيض صحة، بيض صحة وسط 30 حبة ب 17.5،
17.5 بدلا من 23.5. في بقى من غير عرض، من غير عرض بيض اللي هي رحيمة اللي هي العلبة البلاستيك دي ب20 ريال، 20 ريال من غير عرض. الوطنية 23. قرين، في برضو قرين ده مش مكتوب العرض السعر كام. دي الأسعار والعروض اللي هي فيها. عروض الدجاج الطازج هنشوف أول حاجة الحبة الكاملة. الحبة الكاملة الفروج الذهبي 1100 نازلة من 21.5 ل20.5، 20.5 اللي هو الفروج الذهبي 1100. في التنمية 1000 نازلة ب19.75 هرلة بدلا من 21 ريال، 19.75 هرلة اللي هي 1100. في 1100 برضو التنمية، لا الألف هنا الألف 19.75، الألف 19.75 والألف ومية بعشرين ونص، الألف ومية بعشرين ونص اللي هي التنمية. في كمان الرضوة، رضوة الألف بعشرين، رضوة الألف بعشرين اللي هو دجاج رضوة الألف بعشرين. في دجاج اليوم، دجاج اليوم الألف ومية بواحد وعشرين، الألف ومية بواحد وعشرين، 1121 والألف والألف بعشرين ونص، الألف بعشرين ونص اللي هو دجاج اليوم، الألف بعشرين ونص والألف ومية بواحد وعشرين اللي هو دجاج اليوم. دي عروض الحبة الكاملة. في التنمية اللي هي بالأوميجا، التنمية اللي هي بالأوميجا الألف نازلة من 24 لـ20.5، نازلة من 24 لـ20.5 للألف اللي هي التنمية اللي هي الأوميجا. والألف ومية بعشرين خمسة وسبعين اللي هي الأوميجا ورا. الألف ومتين التنمية، الألف ومتين التنمية نزل بواحد وعشرين خمسة وعشرين هرلة، واحد وعشرين خمسة وعشرين هرلة. الألف نزل بعشرين، الألف نزل بعشرين خمسة وسبعين هرلة. دي عرض الحبة الكاملة في الدجاج اللي احنا شايفينها قدامنا. يعني ممكن تكون في عروض تانية مش حاطينها، دي العروض اللي هي معروضة على الحبة الكاملة في كل الأنواع. هنشوف بقى عروض الدجاج اللي هو المتبل. عروض الدجاج المتبل في اليوم، اليوم الواحدة 750 جرام، متبل للكبسة أو متبل مندي أو متبل بالفلفل الحار اللي هي اليوم، نازله ب15.5 سعر موحد كله ب15.5، 15.5 كل انواع اللي هي المتبل دي في اليوم. شيش طاووق رضوى 400 جرام نازله من 15.5 ل13 ريال، شيش طاووق رضوى. كمان في شاورما دجاج متبل رضوى الاثنين حبه، الواحده 400 جرام نازله من 34 لـ25. دجاج المتبل للتنمية، دجاج المتبل للتنمية، دجاج متبل بالليمون، ودجاج متبل العادي، ودجاج متبل كاري، كل التنمية ده 600 جرام، سعر موحد برضو كله 600 جرام ب14 ريال، 600 جرام ب14 ريال. في دجاج متبل حر برضو 600 جرام ب14 ريال. ده كل عروض الدجاج المتبل. في هنا دجاج حبة كاملة بروست اللي هو الفروج الذهبي 1000 جرام نازلة من 26.75 هل 24 ريال، اللي هي بروست حبة كاملة 1000 أو 1 كيلو اللي هي اليوم الفروج الذهبي. دجاج متبل الفروج الذهبي 600 جرام نازلة 14.5 بدلا من 16.5، طبعا بتبقى حبة كاملة 600 جرام. في برضو الدجاج المتبل هنا انتاج، في شاورما دجاج انتاج نازلة 18.75، في اجنحة دجاج انتاج نازلة من 13.5 ل10.5 500 جرام. في شاورما دجاج متبل التنمية 450 جرام نازلة من 18 لـ15.75. دي كل عروض الدجاج المتبل والشاورما والبروست والدجاج برضو اللي هو متبل كله. الصدور الفليه، صدور الفليه هنشوف اول حاجه اليوم. صدور فليه اليوم 450 جرام نازله ب20 بدلا من 23، 20 بدلا من 23.
في افخاد دجاج فيليه، افخاد فيليه 450 جرام 18 ريال اللي هي اليوم، في مكعبات فيليه اليوم 400 جرام نازله 18 بدلا من 22 اليوم، عامله انواع كتيره جدا من اللي هي الفيليه. قطع دجاج مشكله اليوم 900 جرام نازله 17.5 بدلا من 20، وفيليه فيليه 900 جرام اليوم صدور 38.75 هلل، 38.75 هلل. 650 جرام برضو صدور فيليه مشكله اليوم 73 ريال 75 هلل. في أجنحة اليوم 900 جرام، أجنحة اليوم 900 جرام ب10.5، 900 جرام أجنحة. قطع مشكلة، قطع مشكلة اليوم 900 جرام ب15.5، 15.5. نشوف برضو من الصدور الفيليه، صدور فيليه اللي هي التنمية، صدور فيليه التنمية بالأوميجا 400 جرام ب21.5 اللي هي بالأوميجا، واللي هي العادية صدور دجاج، صدور دجاج بدون عظم أو الفيليه اللي هي 450 جرام العادي اللي هي التنمية 21 ريال 75 هلل، 21 ريال 75 هلل. في صدور الفروج الذهبي 450 جرام ب20 بدلا من 23.5، صدور 900 جرام صدور فيليه، صدور فيليه التنمية 900 جرام نازلة ب41.5 بدلا من 46. في مفروم، مفروم دجاج الفروج الذهبي 400 جرام ب14.5 بدلا من 16.75. في هنا صدور دجاج متبل الفروج الذهبي 600 جرام نازلة من 19 ل17 ريال. في فيليه صدور، فيليه صدور دجاج انتاج 450 جرام نازله 18.75 بدلا من 24.5، بدلا من 24.5. صدور دجاج فيليه اللي هي طيبه 900 جرام نازله 37 بدلا من 42، ودي يعني يعتبر اقل سعر، ده السعر الكويس جدا. كل عروض الصدور الف عرض على قطع دجاج مشكله الفروج الذهبي 900 جرام نازله ب 11 ريال 75 هلل، 11 ريال 75 هلل. صدور القطع، قطع دجاج مشكله، قطع دجاج مشكله اللي هي انتاج 900 جرام نازله ب 12 بدلا من 15، 12 بدلا من 15. في طبق الاوانس والقلوب، اوانس وقلوب اللي هو الفروج الذهبي 350 جرام نازله ب 6 ريال، ب 6 ريال. قطع دجاج خلاص احنا قلناها اللي هي الفروج الذهبي دي. في بقى الطبق اللي هو اطباق اللي هي التنميه، الكبده، الكبده ب 7 ريال، القلوب، القلوب برده ب 7 ريال، والكبده ب 7 ريال، والاجنحه ب 6 ريال، الاجنحه ب 6 ريال. اللي هي التنميه الطبق 450 جرام، الكبده ب 7 ريال، الاجنحه ب 6 ريال، القلوب ب 7 ريال. في القطع، قطع دجاج مشكله 800 جرام التنميه ب 7.5، 7.5. الاجبان والمربى والزيتون، في المربى، المربى هنا الكيلو نازل من 23 ل 15 ريال اللي هي الزاوية، اسمها الزاوية. في اللي هي المشمش والفراولة والتين نازل الكيلو ب 15 ريال بدلا من 23. عروض الأجبان، في الجبنة الرومي، الجبنة الرومي صوفيا النص كيلو نازل ب 23 ريال، 23 ريال بدلا من 32.5. في جبنة رومي قديمة تشيز لاند نازل الكيلو 55 بدلا من 75، بدلا من 75. في جبنة قشقوان، جبنة قشقوان نازلة من 66 ل 40 ريال الكيلو. في برضو من عروض الجبنة، في جبنة دبل كريم، دبل كريم الكيلو نازل ب 19 ريال بدلا من 21 ريال، دبل كريم. في جبنة عمارة الكيلو ب 19 بدلا من 23، جبنة عمارة 19 ريال اللي هي الجبنة اللي هي بتتباع في العيلة بديه.
في جبنة البقرات الثلاثة الكيلو ب15 ريال، جبنة البقرات الثلاثة الكيلو ب15 ريال طبعا اللي هي بتتباع بالكيلو. في عروض الزيتون، عروض الزيتون، زيتون أخضر أردني نازل ب20 بدلا من 29 ريال، 20 زيتون أخضر أردني. في زيتون شرائح الكيلو ب20 بدلا من 25، زيتون شرائح. زيتون أخضر أسباني وأسود أسباني الكيلو ب15 ريال، الكيلو ب15 ريال. مخلل مشكل الكيلو ب13 ريال بدلا من 18 ريال، مخلل مشكل. طبعا هم عاملين الحاجات في قلب هنا. مخلل مشكل الكيلو ب13 ريال. في عرض برضو على جبنة إيدام فريكو الكيلو نازل من 93 ل 35، شايفين نسبة الخصم. جبنة إيدام فريكو وجبنة سادة فريكو نازل من 80 ل 35، يعني نسبة خصم حلوة على جبنة إيدام أو جبنة سادة فريكو. الكيلو 35 ريال. عرض قوي جدا على الزبدة الغير مملحة، نوع من الزبدة الغير مملحة، الكيلو ب10 ريال، الكيلو ب10 ريال. زبدة غير مملحة فونتا، منتج محلي يعني سعودي، الكيلو ب10 ريال، اللي هي المعلبة دي اللي هي بتتباع بالكيلو، كيلو ب10 ريال. دي من عروض ال10 ريال. عروض الجبنة الكريمي، في عرض حلو جدا على بوك اللي هي 900 جرام، الاتنين مع بعضيهم في باكت واحد، لو خدت واحد ب40، لو خدت اتنين ب75. عرض اكثر شراء اكثر سعر اوفر اللي هو بوك طبعا ناس كتير واخده منها، اللي هي 900 جرام، الاتنين لو الواحده ب40، لو خدت اتنين ب75. عروض الجبنه الكريمي في المراعي اللي هو الباكت 2 في 500 جرام نازله من 39 ل 23 ريال، من 39 نازله 23 ريال سواء الشيدر او العاديه. المراعي 2 في 500 جرام جبنه قابله للدهن او جبنه شيدر. عروض الجبنه الموزريلا، عروض الجبنه الموزريلا في داري في المراعي. المراعي يعتبر يعني افضل عرض اللي هو 900 جرام. المراعي 900 جرام، 900 جرام نازل من 46، من 46 ل 27 ريال. المراعي 27 بدلا من 46 ريال. في داري ولا السنبلة؟ السنبلة، في السنبلة يا جماعة، السنبلة 1 كيلو من 45 نازل 40. السنبلة دي دايما بتكون غالية. في البقرات الثلاثة اللي هي 500 جرام، 20 بدلا من 26، 20 بدلا من 26. في ايه تاني؟ يعني دول يعني هم الظاهرين في العروض. في بوك اللي هي 400 جرام نازلة 15 بدلا من 30، 15 بدلا من 30. في داري اللي هي 200 جرام الاتنين حبة نازلة من 18 ل 14 ريال. داري اللي هي 200 جرام الاتنين حبة ب14، يعني الواحدة ب7 ريال. دي عروض الجبنة الموزاريلا. عروض ال10 ريال في فطير مشلتت، فطير مشلتت السنبلة، فطير مشلتت السنبلة 3 حبات ب10 ريال. فطير مشلتت السنبلة الواحدة 400 جرام، الواحدة 400 جرام 3 حبات 10 ريال.